أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شيخ، ما رأي الشيخ في بعض العبارات التي تقال؟ هناك من يقول قبل تكبيرة الإحرام: اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، وإذا قال الإمام استو قال استوينا وأقبلنا، هل هذا من السنة؟ لا، هذا ليس من السنة ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد تكبيرة الإحرام يأتي بالاستفتاح الوارد، ولا يقول أحسن مقامنا بين يديك، ولا قبل الدخول في الصلاة لا يقول هذا، لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم.